واحدة بتقول لي أنا بنتك وعندي 17 سنة ومرتبطة براجل عمره 45 سنة. ده انت عرفت تنقي صحيح. ورفض المجلس الكنايسي، بتقول كده، ورفض المجلس الكنايسي زواجي منه وطلب عرض موضوعي على قداستك وانا مصر على ارتباطي بيه. انت لسه مراهقة ولا ايه الحكاية؟ عايز اقول لك حاجة بسيطة كده، هناك فرق بين الاعجاب والارتباط بتاع الزواج. يعني في ناس نحبهم ونعجب بيهم مش معناها يؤدي الامر الى الزواج. افرض واحدة مثلا اعجبت بلعيب كورة، تروح تتجوزه؟ خليها مرحلة اعجاب وتقف عند كده. افرض اعجبت بممثل فكاهي، راجل كوميديان يعني، تروح تتجوزه؟ خلي الاعجاب لوحده والزواج لحاجة تانية. انت لما تعجبي بواحد عمره 45 سنة وانت عمرك 17، يعني بعد 15 سنة يكون اتحل على المعاش وانت تكون لسه في عز شبابك عمرك 32 سنة، وبعد 10 سنين تاني يكون جابعه كذا وماشي عليه ويكون قاعد يكح ويشكو من الكوليسترول ومن السكر ومن الضغط ويبقى متحف صحي. فانت يا بنتي بص لمستقبلك، مش حكاية النهاردة ايه، لا يعني بعد مدة هتبقى الحكاية ايه. يعني هتلاقيه يعني هم عمره الافتراضي بتاع الزواج انتهى، يعني بقى اكسبايرد زي ما بيقولوا عليه. لكن هل هو طالب يتجوزك ولا انت اللي عايزك؟ ثم ابوك وامك موافقين انك تتجوزي وانت عمرك 17 سنة، تتجوزي واحد عمره 45؟ استني لما ياخد معاش مبكر ويفضلك.